يضرب تركيا منذ عقود. الو سمعنا تقريبا بها الحكايه، زاد ايضا وصلت الحكايه راهو حتى العراق يا جماعه. كارثه طبيعيه، كارثه باتم معنى الكلمه، بما حتى فلسطين انه كيف حساها وصلت بالكدي يعني، وقاعدين محله والله. هي كل البلدان هذيك كل في سيرك الوحده، كل بالحق ربي معاهم والله، ربي معاهم ان شاء الله ربي. حتى اللحظه هذه راه قاعد مازال ثم ارتدادات، مازال ثم ثم الرجا، ثم ارتداد، خاطر اللي يصير من بعد الرجا ارتداد ما قاعدين يحسوا به معناها المواطنين اللي غادي، وخاصه جنوب تركيا وشمال سوريا. خاطر هو ضرب في غازي عنتاب من الاول الصباح في تركيا، وتعدى طول حلب وادلب تقريبا 7.8 راهو معناها راهو قوي ريت نور 7.8 راهو بالحق راهو قوه، راهي قوه كبيره كبيره راهو نجم الرقم هذا يطيح برشا الضحايا معناها نجم بالحق. قبل شفنا زلازل اقل قوه من 7.8 في الخمسه في السته، في الخمسه في السته، وطيحت معناها مئات الالاف مش صحيح. اما راهو شفت بنايات معناها طاحت بكلها فرد بلوك، راهو شفت فيديوهات كويسه معناها تفجع تشوف اللاعبين تحت الانقاض، ثم شكون معناها من الطرايف وصل معناها مازال هو تحت الانقاض، ومعناها يبعث في المساجات في الاستغاثه نتاعو باش يخرجوه، معناها يبعث في اللوكيشن نتاعو باش يمشيو يخرجوه. ثم صغار كيف ثم عائلات كامله، ثم بلايص زاد قالوا راهو ما ينجموش يعملوا عمليه الانقاذ خاطر يتحسبوا معناها خايفين معناها باش خاطر البلايص ماهيش كيما نقولوا البنيه التحتيه معناها راهي خايبه برشا، كاين يمشي يجيو ينقذوا راهي معناها مش تزيد تتحير وزيد معناها خاصه سوريا بربي الحرب والحصار وتكمل عليها الزلزال بالطريقه هذه، هي تقريبا معناها البنى التحتيه نتاعها بعد الحرب منهاره ومنهكه معناها ويكمل يضربها زلزال بالحق. ان شاء الله على الاقل الدول القراب الغادي على الاقل يبعثوا معناها مساعدات، خاطر ثم مصبيح برشا نداءات تاع استغاثه باش يعاونوهم في اجلاء الجثث اللي من تحت الانقاذ، والعباد ثم عباد حيه راهو مازال تحت الانقاذ برشا عباد حيه. تركيا كيف زاد الضرر كبير برشا، تركيا تضرت برشا، سمعت انا فوق قداه من 1000 ذكري 5000 فوق ال 5000 فوق ال 5000 ومازالت تزيد الوفيات في 900 ومازلت متوقع الزياده، سوريا في 600 ومازلت متوقعين الزياده، وراه على فكره ماهوش حد اليوم انا مازال ثم تنبؤات حسب الدراسات وحسب البحوث انه مازال يمكن اليوم وغدوه يعاود مره اخرى زلزال، خاطر حتى بكري ساعه ثاني عاود ضرب في تركيا. هذا اللي قلته انا قبيله، خاطر تنبؤ وقال لك معناها ما نجموش يقوموا بعمليه الانقاذ في برشا معناها ثم برشا بلايص، قالوا ما نجموش يقوموا بعمليه الانقاذ خاطر ثم تنبؤات باش تصير معناها ضربه اخرى رجاء اخرى. بكري شفت حتى دي فيديو من مصر خاصه على الاسكندريه على البحر معناها برشا ظهرت الاضرار نتاع الرجا، خاطر حسوا بها برشا في الاسكندريه معناها ثم بلايص على البحر القاعه تسقط معناها يا لطيف يا لطيف. دونك معناها ديجا حتى شريط الشرق الاوسط الكل هذاك في بالك كله راه مربوط ببعض حسب الاخبار معناها حتى في مصر درجه التاهب مرتفعه، في لبنان كيف في العراق كيف فلسطين كيف هذم الكل معناها ينجموا في اي لحظه يخلص لهم الشيء ان شاء الله. وحتى ايطاليا بكري عملت معناها لفت انتباه انه في المتوسط يمكن متوقعين ان تكون ثم ضرب. ربي يلطف بينا ان شاء الله، ربي يبعد علينا يا ربي البلاء وان شاء الله يلطف بهم، وان شاء الله كل ما يعطي باللطف يا ربي، وان شاء الله الحقيقه بحق صعيبه ظواهر طبيعيه كارثه طبيعيه صحيح ظواهر طبيعيه، اما بالحق يلزم وقايت على الاقل هم في الدول هذوم كما تجربة اليابان معناها اليابان نعرفوا اكثر دوله في العالم تضربها زلازل مهدده بزلازل، خاطر اليابان تضربها منها سيبون تقوم غدوه لاباس مش تقوم، خاطر هما ولاو حتى في البنيه نتاعهم ينور ولاو يعملوا كما نقول بالفرنسي الفونداسيون معناها الاساس الاولاني بالكل مهيئ للزلازل معناها مهيئ انه يضرب زلزال تفيق بالرجه تحس بالرجه اما ما يصيرش. انا تفرجت في زلزال في اليابان مصورته الكاميرا وكل شيء، ريت العماره تراها ثم نطيحات صعاب ثم ترقاها تمشي هكا وترجع ترجع في انا عندي صديقي يعيش غادي يحكي لي انه كيصير رجه في اليابان تولي يفيقوا بها معناها تحس بالدار كل شيء يمشي ويجي
اما ما 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 يتيح حد شيء ما يضر حد شيء تخرج كان للشارع تفيق كان في تفيق به في الكياسات كياسات شخص اما المنازل العمارات كلها مهيئه معناها كلها مهيئه للكوارث هذه توا هذاك علاش قلت لك معناها الدول هذوما اللي هما يعتبروا كيف كيف الشرق الاوسط واسيا خاصه شرق اسيا معناها عرضه للزلازل دونك وقعت باش يخموا صحيح ما قلت ان شاء الله ربي معاهم الحقيقه وإن شاء الله ربي يلطف بنا وبهم سينو هذه كانت عطاير لليوم احنا مازلنا متواصلين معاكم ودائما على نفس الموجات بعد شوية مشي مع حمزة و...